والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فرمي ومعيار العموم الاستثناء. بيوري عموم استثنايا بمعنى أو هرشيكا لوانيك لا حصر فيهين. أخري مع من وتفسير كردوك ما لفظ يستغرق الصالح له من غير حصري. أجر استثناء اللي يدروز به يتر أو معنى وايا أو عامة. فكل ما صح الاستثناء منهم مما لا حصر فيه فهو عام. يعني هل شيء استثناء اللي يدروز به لو أنا وحصري أنت يعني بوي خوي بارسو لعدد آخر عدد استثناء اللي يدروز ته بلام حصري تيا عام جنية دياره أو عام بوشي لي لزومي تناوله للمستثنى. لبرو چونك وقت إما مستثنى كأبينين خو حتما بيويستا أو عامة كمستثنى من هو شاملي مستثنى كشبه دي أقر شاملي مستثنى كشبه فاس معنى وهي عامة لمتصف ده چون أقر وقت إما وطمان استثنى فردي أكملي استثنى يعني استثنى واقعي استثناء متصلة أو تبادلك ولا زين. وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف وغيره مما تقدم من الصياغ. خب حقيقة جوايا كاستثناء لجمع معرف ولا غيره أو يدرست لو أنك تيبر من الصيغة عموما كانوا جاء الرجال إلا زيدا دي معنى أجر استثناء يدرسته بس يما أوكو امتحان ويا أخو استثناء يدرسته يعني بس شن استثناء يدرسته أو عاما. ومن نفى العموم فيها وأوكسان كوان نفي عموميا كبد ولا الصيغة عموما كباس من كل يجعل الاستثناء منها قرينة على العموم. بابا وانا خوان بذاتي خوان عموميا تيانية او استثناء كاللوان ابي تقرين عموم. ولم يصح الاستثناء من الجمع المنكر. استثناء لجمع منكر دروزنية بس كواتا عامية دعي باسطة جمع منكري في الإثبات هر دروزنية إلا أن تخصص فيعم فيما يتخصص به. مقر أو عام أو جمع منكرة بجورك لجورك عن تخصيص بياك صفتك بوبيني مثلا حالبي أو اخت عمومية بياك فيما تخصص به لواك تخصصك تخصيصك يا بياك الدواء. وكو قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم مثلا بوبينا أقر إيما كانوا في دارك لا بين لو جملة هل بيجن قام رجال إلا زيدا منهم شاكا أعود روزنابي أو استثناء معنا لبرو جمع منكر وجمع منكر استثناء إلى دروزنية لبرو چونك قام رجالون كومالا بياواني خماني وانيا لبيج دا جا يك قانون ذكرك عليه علي چون استثناء خويشي علي الاستثناء استخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه. باشا مثلا تو علي جاءني القوم إلا زيدا أجر استثناءك النبي زيد داخلي قومك يا توبة استثناءك الرائق يعني كداخل مية حالي دي مسائل سيما قام الرجال بيجين أجر إلا زيدا نظيم لكو أزاني زيد داخلي رجالك أبوه حالي جاولي علي مثلا قام الرجال كانوا في داري كليوا قابل كنترول يعني أو أنا وأنا وما وكابو أكري مثلا أجر استثناء كشنا كين بلان زيد لنا أو أنا أبوه حالبي لازم بزيد تعبه بو كانوا في ذلك متخصص بوه يعني تخصصي بياكر دوه خاص بوه بهوي أو كخاص بوه يعني مثلا استع عموميتي هي لو اشتاك تخصصك يا بياكر دوه مثلا الرجال في الدارة للرجال في الدارة عموميته شاملة قشت عندي بقرينة إلا زيدنا يعني كالي إلا زيدنا يعني هرشي تواري أواني كرنا ومعلكة دابون يعني أواني ومعلكة
حاصر بوبو اوان وتحصري اواني كردبو اوان قشتان قيام يان كردوا متواجبين. قام الرجال كانوا في ذلك يعني بياوغالي كانوا في ذلك قيام يان كرد الا زيد منهم ما قال زيد كزيد كديار لوانو او قيامي ناكرد. هرشن امش موردي مناقشه بحثي تفصيلي أعير دا أنجام دا ولا سل قام الرجال كانوا في ذلك إلا زيد منهم هذا كمال وتيتي أم مثالة وإن تمشى فيه ما ادعاه من العموم فيما تخصص به فلأمر يخص المثال على مثلا أم مثالة هرشن و بيايا رويشتوا هرشن ليدي يعني مشي تيا أكا بيا غزر أكا أو إيكا إدعاي كردو كاقويا عمومي تيابي فيما تخصص به أو فلأمر يخص المثال أو لبل أمر يكاك أم مثالي تايبات كردو أو أمر أو أول شيء من كون الدار حاصرة له لو كما ذاك حصر يعني كردو ولا يتمشى فيما مثل به ابن مالك من قوله جاءني الرجل صالحون إلا زيدا مثلا أو حالة عموما بائس سناج به لو ذاك ابن مالك مثال لذاك كأجا جاءني رجال صالحون إلا زيدا شن حاصرينية ما وصف شي بوهات به داري حاصرينية ولو دارك حاصر رجالك شن ما لتشن فرق ريه باشا مثلا او فرق صد نفر اقري بانجا نفر اقري هزار اقري هر نوع به هنا حصري في فياكا متواجبين او ماضي ولا الرجال صالحون زور حصر بياناك واعتر لقل اوجد هشت عليه واعتر الله شيخ الاسلام حيث قال قد يوجه عمومه فيما تخص به بوجوب دخول المستثنى في المستثنى منه لولا الاستثناء لكون الدار حاصرة للجميع على أتوانين توجيهي كي تريب كي بيجن بوشي أو مثالي مصنف دروسته عموما كي توجيه كري كعمومي هي لشيء فيما تخصص به لو اشتاك يعني أكو بلاي رجالي في دارك لو اشتاك تخصصك تيابيا كردوا يعني مثلا خاص بو بيو بچی بوا مثلا یعنی ولا اما عامه چون مستثنا لمستثمین و کدا داخل دبو اگر استثنا کج نبوای لبر چون داخل دبو اخر لیکون داری حاصله للجميع اما اوای توجیه کردوا بلان و يريد بمنع وجوب ذلك ويرد يعني قسكي ابن او توجيهي كشيخ الاسلام شوري قابل الرد بوا كواجب نيوابه يعني أكره مثلا بيجن قام الرجال كانوا في ذلك إذا إلا زيدنا كنبي يعني أجر إسسنا كنكي فهمي أو نكره كزيد هالنا ورجالك لو أنا زيد داخله ورجال النبي لنا ورجالك أبي كم مثلا واتصور نكره بلوا هنا أجر توت إلا زيد منهم بإسسنا كأزين كنا نبي أنا أبوه بلا مرة وكإسسنا كبكي نازن ريك زيد لنا نبي أنا أبوه حلوي زيد إيش بلا الرجل يكر للرجال ولا فكري أوى ناكري كلنا ويا نابوا منعي وأن دار حاصرة للجميع وحتى أوج ناس من كدارك حاصري جميع كبه أجر إستناك نبي شن أيس مثلا بلين قام الرجال كانوا في ذلك بيوان يجهستان بي قيام ينكر كناو دارك دابو خو أما أو ناقة يعني كجشتي الرجال ناو دارك جشتي غصانة تبع تيجي أول شيء بس استثناء كأبة قرني عمومك لا أصلا مثلا عمومك ناقين بدون استثناء أما أو داي بوشي لجواز لا يكون زيد منهم ولهذا احتاج إلى ذكر منهم هاو تدي زيدا منهم مع أن في عموم ذلك نظرا لقال أوجد على عمومك شيء نزل هيا شن معياري عموم شيء صحة استثناء نك ذكر استثناء أو تاني حالبي يعني مثلا عايزني بيرشكي أبي لمرحلة كده مزبجي أعمى عامة ولا ما استثناء ليه صحيحة
نقدر استثناء كذكر كلا جاد وذكر استثناء بل ام بقرينه ام استثناء اما عام ولنا عليك هكا اما عام شن كمثلا استثناء هي صحيحه وهنا على المثاليه ما لا يعرف يعني عموما كذا ناس الا بذكره بذكر استثناء كذا فاسبع عموم نابي بل اي جات شون ايوه مثلا حتى ابن مالك قال جاءني رجال صالحون كمثلا حاصر شيانية لواء استثناك بجائز زاني أو منزول شيان كالنكرة في الإثبات وكو جاءني قوم صالحون إلا زيدا علي أو مخالف قول جمهوره بوشي أم جاء في جالبو إذ الاستثناء إخراج ما لولاه إخراج أو شتيك كأجر استثناك نوي لوجب دخوله في المستثنى منه يعني أجر إسناك النوايا أشياء واجب وداخل كتنا مسامين وكوا خو ذلك منتف في المثال لمثالك ابن مالك أو منتفيه حاضرين نعم إن زيد عليه منهم أجر منهم كبيوني كان موافقا بجمهور لكن فيه ما مر لقال أوجد عوكوا وأجيب وأجيب بمنع وجوب وتحرير أشياء واجب نية أوتان لازم نايا أوبي بهالحال أم مثال شلوة هش تداري مشتو مرة باشا فلان ديار أهل ما أنا مثلا قواعد يشتي جالب جالب إنسان أتواني هل كريني وبدستي بيني كي لو أنا أو شتيا بلا استثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه أما أو أختي كما نقله المصنف وكم مصنف وين قل كردوا عن النحات لنحو كانوا وجدت مثلا نكيري يعني جمع منكر باشا جمع منكر لإثباتا أو تاني أو جمع منكر في الإثباتا عامنية ما يا استثناء لي دروزنية لا جمع منكر لم يصح ولم يصح الإثناء عن جمع المنكر يعني منكر في الإثبات إلا إن تخصص مگر مثلا وصف اشتياكي بو بياب بك او وصف تخصيصي في بياك او اختفى يعم امره مثلا يا فيعم عموميه بياك فيما يتخصص به او اختى استثناء يدرس حاضر بس كوت ما قام الرجال كانوا في ذلك اما ديال الرجال عموميتي بياك لو فيما تخصص به ككون في الدارة جاء وقت إسرائيل دروز بو كما نقله المصنف عن النحات ويصح جاء الرجال إلا زيد بالرفع بل لواشا إسنها دروز بل بالرفع أما على أن إلا صفة بمعنى غير بناء لسلأ وكإلا صفة بو معنى غير بدا يعني أو إلا يلواقع صفة بو رجالك أما شن إلا شكلي حرفي هيا إعراب كي لسر ما بعد كي بروزي فيا كرده آوة فزوكو شوكو كما في لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا آخر ديالة ليلة دا إما ليلة جمع منكر من هيا كليش دنو بجمع منكور جمع نكيرة جمع نكيرة ولسياق إثباتها جمع لسياق نكيرة لسياق إثباته شن استثناء اللي دروزنية ليوا أجر أداة استثناء بمسائل لا أجمنا غيره أو إلا الله حالب لا فسدت أما توعو والأصح أن الجمع المنكر في الإثبات الصح وياك جمع منكر ناو إثبات وكجاء عبيد لزيد يعني شن عبد يكبو زيد هاتن ليس بعامين أي باشا أجر عامنا بيتشيلي أكين تشيلي إرادة أكين ولا فيحمل على أقل الجمع حمل كنس أقل جمع أقل جمع كل دوايا باسي لأكين ثلاثة أو اثنين يا لسبب يا سي يا دو بولي أنه المحقق شنك أو أقل جمع محقق شني ضلنيائية بس كوتي جاء عبيد لسي كم ترنا بأقل أقل جمع سيبي لدو كم ترنا بأقل أقل جمع دوبي وقيلنا إنه عام عام بوشي لأنه كما يصدق بما ذكرا يصدق بجميع الأفراد وبما بينهما إيش رجل كوكو أو مثلا أقل بيجاء عبدون وك صادق أبي بأقل جمع صادق أبي بجميع الأفراد
وسابق أبي بوشتيش كلبين جميع الأفراد وأقل جمعها فيحمل على جميع الأفراد فزت وأني حمل كاسة جميع الأفراد ويستثنى منه واستثناش لي أكريه أخذا بالأحوط ما لم يمنع مانع باشا لبروي كإما أحوط ما لنزل أقرب يعني أو كإحتياتي تيا زور ترى أو ما لنزل أقرب تبي كحملة بوصل جميع الأفراد يعني هذا نبوشي أو يبقى أحوط دانا أقل مانع أقنية تعالوا يعني قرينية أجنبية كوادر الكالسر وكإرادة جمعنك جمع الأفراد نكرياها كما في رأيت رجلا هو صار يستثنى منه قال ما يفعل كيف شيء يستثنى فيحمل على جميع الأفراد أو هل بو مستركي قرده يعني ويستثنى منه يعني ويصح الاستثناء منه يا ويستثنى الاستثناء منه يعني استثناء لي أن جاء مدري أو كاتب أخذا بالأحوط لبروي ما أخذ بأحوط أكين ما لم يمنع مانع ما دام مانع أجنبي كم منعي حمل بين جميع الأفراد وكم مسألة رأيت رجلا أسا رأيت رجالا أيسا رأيت رجالا أجر إيما أما حمل كين جميع الأفراد رأيت وكمانعة شن كإمكان يتجمع الرجال بيني به رؤيتك ومنع به أو أخت أجر وابو فعلى أقل جمع قطعا وكانت مجبوري شن قرينة هينات واني حمل كياس جمع الأفراد مجبوري حمل كياس أقل جمع كأجر لين رأيت رجال حد يخل سيف ياول بينيو والأصح أن أقل مسمى الجمع كرجال ومسلمين ثلاثة لاثنان أصح وايك كم تريني ناو بردك راوي جمع إسا جمع مكسر بيوغ رجال وجمع سالم ومسلمين ثين نقدو وهو القول الآخر كأما أقل بيجين أقل جمع دو أمش قولي تر برامبري أصحكايا باش دليلي أو شيء يعني دليلي أو قولي أو قائلة كأجي أقل جمع دو ولا دليلي زورة ولا وأقوى أدلته بهيستريني بلغكاني أم آيتي إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما جزاكي محذوفة تقبل انت توبات تقبل توبتكما او خطاب قريني كما اين اخو او تتوباب وتثني مؤنث جابه ديار كيشيكي ناو مالي رويا ولا مالي بيغمبر ادرودي خويل سربي سبارت بماريا القبطية وديار أو كيشك الرؤيا وأمانة سري كيشك حضرة عائشة وحضرة حفصة والرزا إخوايا النبي كارك يوان كلوة كارك أبوة هوي أعزاري دولي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كمعمولا بالي بيغمبر دودي خوايا السربية نزيق بوة ولا ماري قبطية دواي نزيق بونا أو أوج لمنظري حفصة في غنبر لين زيك وبوه أوانيش أو يانا درحق حفصة أو يدرحق بخوي بس وكاتي زانيوة كفي غنبر لكاتي كاكا بلين حفصة شوة ومالي باوكي سبو ديانيا إجازي وقلتو بو دياني شوة أوج ماري قبطيي لقل ماري قبطيي شوة ندي وكي حفصة وأمانة ديار أوي بناش زاي عبوني حقي خوي زانيو ولا سلوى نار راحتي دير بريو خلاصة في غنبر دولي خوي لسر بيه أو ماري قبطية لسر خوي حرامك أوانيا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك مرلات أزواجك تبتغي مرلات أزواجك أو ليوا خب معمولا دواي أو في غنبر قزك بو دواي في ديني ودواي لأكا ك أما درزنك وكزن زاني وبيدن اليوم كان بلان أوان مثلا حفصة جرت أبو عائشة بهالحال لبين أنا ردو بدل بيو أجاب دم جناني تلو خلاصة اشتكى بلا وبيته أجاته أسلك في غمر رقي هل أسى إلى اللي أكل جنكاني بمجورة يجمع نزكيان هناك وبشوية كقصي طلاق داني يعني بو أمانة
جاء خوي قوله خطاب بودو خان ما بيلا إن تتوبا إلى الله أجر برو لاي خدا بقرنوا باكان بكنو بشيمان ببنوا جاء أو فقد صغد جو جزانية هو علتي بشيمان بناك شنك براستي ضلكاني إيوا ترازاوا لشويني خوي نماوا يعني ضلكانتان لا ياوا دي ام جارة او يعني اگر توبك مثلا تقبل قابلي قبول توبك تاني ورجيريا مثلا جزاكي او بي او بناني تقبلا ولا تقبلا اشتباه حالي بين شنك او اشبو توبك ببريا توا اگر وابي بو دخان مكشتو يعني تقبلاني ور اجيرين ايوا او شاكرين يعني شي جاء انت تبان اي عائشه وحفصه بويا كان يبقى غائب لي من دار شون كاخر انت تبا بو غائب يجي شون ولي شون او قلوبكما كما كلي واهي وامانه انت تباك وكو مثلا اما كلامي في غنبر بيدلو دي خاله سربي نصيحتي اوانك بلا ايوا جناحك واتان كردوا شايستي توبه كردنا واتا ابي توبه اللي بكنو امانه وليس لهما إلا قلبان جاء منزولي أوان أويا علينا على قلوبكما قلوبك إذا فكر يا ولايكما أوان دو قلبيان هيا بس غير جمع ينراوا دليل لسر أوا أقل جمع دوانا أين أقل أقل جمع دوانا نبوايا أي فرمو فقد صغى قلباكما أوايا فرمو على إذا كولي صغت قلوبكما معناه وايا أقل جمع دوا بويا مثلا لكاتك كدو قلب هيا بجي جي مثناك هات وجمع كيدانا أما وأجيب بأن ذلك ونحوه مجاز جواب لياتو بوك أو كليوا أو جمع لجي تسمي هاتوا يا أو جمع كبرا وبسر دوا مثلا لشوينك كشويني كأفراد كمتر لسيايو بلام جمعي وبكر هلو مجازة بوشي أو مجازة ولا لتبادل الزائد على اثنين دونهما إلى الذهن شنك وقت يقناوي جمع أبريه زائد على الاثنين نق اثنين تبادل ولا ذهنك تبادل نشاني حقيقة بس حقيقة نقر حقيقة إرادك نق مجاز أقل جمع بسيبي أي باشا أقوايا تنال جمعك بمجاز بكابرا ولا جي تسنية باشا شي اقتزاي او مجازي كردوه شي ما يدعوك ولا مجازك يجي والداعي الى المجازي في الآياتي اويك الداعية يعني ما يبان كروبو اويك مجازكين لو آيات دا كراهة الجمع بين تثنيتين في الملافي ومتلمينه اويك جمع مكروه لبين دودان تثنية دا لكي دا جمع لبين دو تسنية دا مكروها ولا لشوينك كملاف متلميني ملاف كوب بنوا يعني مضافك إزافة كرابب ولا مزاف إليه كأو مزاف إليها متلميني مزافك به مثلا سكاني لوا قلوب كإزافة كرابب ولا كما بريتي دلميني كراجع ولا أدو شخصة قلب جزئك لا إنسان وها كواتل يوارا مزاف متلميني مزافة بلانو مكروها كأقر لشويني كمزاف ومزاف إليه متلمين ومتلمن بن مزافك متلمن بي ومزاف إليك متلمن بي دو تسنيان لوابا مكروه زانيو لبرو أبي كان بجب وهما بوي بمكروه زانيو وهما كالشيء الواحد حالبين لحالك ملاف ومتلمن يعني متلمن ومتلمن وك شيء واحد باشا اگر دودانه تسنيه ليوا لنظر جري شاكا او اختي بمكروه يعزاني و لبروا هاتون لدو تسنيه لا انداوا داني كان بجمع هنا البته شتيك تري شيء عليه وقتك ابي او جزءك اذا فكره ولا كلك ابي تك جزء ابي مثلا بوينا
مثلا ايديكما دروز نيه حالبي لبل اوا دست تك جزء نيه دو دسه يعني اين اخو اگر دس يشبه متلمن ومتلمين جاء لبل اوا مساحتون توجيه اوا كان على او اياته فاقطعوا ايديهما السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما ها ايدي لواجمو كريات ومانا يجي ليوا چونك ايما بالي اشي اوابي مثلا لواء اشي فاقطعوا يديهما بوايا چونك اگر وابي لواء كالي ايديهما مثلا اگر شتيكي ترنبه معينيكا ودياريكا ابي ما حد دسي برينو باشا چونك دسي بقول معينينا كدوا اجي البالي ولي الليرة او بو شوينك قرينة نبي اينا اگر قرينة بي نياز معلوم كا أوش با تجوز إجنبي هل دوزة قرينة كتش يقرينة قراءة أيمانهما يا قراءة كي لسري بجي قيم خوانتو أيديهما أيمانهما خوانتو أو معين يكا كدس الرأسي عن برناوة حالة دي دي هر إنسان يكدس الرأسي هيا آه بلان ديارة يتق قلب رأسه شابين يا هر إنسان قلبك هيا وما جعل أو آياتك لسور الأحزاب من قلب لرجل من قلبين في جوفه ايش كذو قلبين يا جوف خب اما او بخلاف نحو جاء عبداكما بس جاء عبداكما او لو شك عبد جزء لكما نيا شاكا اها ناجي مثلا جاء عبيدكما اگر منظور دو عندي فرزنا عيسى قال إن يرفق الصغار قلوبكما قطعا معلومة دون فرق ذيك قلبي كان هي بلا مثلا تعداد عبد أتواني زور بي فرزنا بس جاء عبداكما مساء أكري واقعا هر أو دو شخصية كي عبدي كان به آه ولي أقل إيم جاء عبدكما نازالين كأم عبيدا لجي تسمية بكادرا شن أكري أو دو نفرا مثلا يكي كان دو عبدي بو داني كان بيت السيدانا يا شواري يعني ببيك دوان مثلا او ولي اقل بجاء عبداكما يعني يكي عبدي كان هاتوا وينبني على الخلاف ما لو اقر او اوصى بدراهم لزيد و بالي هل اتشني يعني ديوار بيت لسر ام خلافيك الاقل جمعها يا ام حالتيك اقل كسي اقرارك يا وصيت بك بدراهيم بو زيد مثلا بلا اگر من مردم دراهيم بن بزيد يا دراهيم كي زيد بلاي من هو والاصح انه يستحق ثلاثه اصح اگر او كبيجين اقل مسمى جمع سيا استحقاق سيد الهميه باشا ولي بران بري اصحك كوتي وهو القول الاخر استحقاق دول الهميه باشا بلان ديالا يقصى هاي لرا اما يكلا مثالي اقرارا هنا يعني تو فرزن باسي دراهيم كري دراهيم جمع كثرة شاكا جمع كثرة والعن بلاي نحاتو اقل لكي يانزي يانزو ام جا يانزو بروجورة جمع قليش اقل لكي سي اقل لكي سي يا دو فاز اختلافك لا جمع قلاها حالبي او اختا اسات شون مثلا اگر كابرا اخراوتي مثلا له علي يا لي زيد علي دراهم شون تو دراهم بس هي معناها كيتوا اما جاي سؤالة شاكا بويا لكن ما مثل به لكن مقتضى ما مثل به مقتزاي او كوا مثاليا بيلي داغا من جمع الكثرة كأو جمع كثرة مخالف لإطباق النحاتي مخالف وبيتشواني اتفاقي نحوية كان على أن أقله أحد عشرة كاتفاق يعني لسلوة كأقل جمع كثرة يازدية فلذلك هر لبر أواك مثال مشكلي هيا قال المصنف الخلاف في جمع القلة يعني هر لبر أو إطباقا يعني لبر كوان نحوية كان إطباق يعني هيا شاكا لسر أواك أقل جمع يانزيا باشا لبر أويا كوا مصنف وتيتي الخلاف في جمع القلة حالبين
ياتشن او مخالف اتباعك يعني مثلا، فلذلك ها وكو ششي لجرا ششي كي لجرا كذا قريته بوجه مخالفك ولي بو اتباعك شي ثاني يعني، يا لبر او كام قصة او مثال مخالف اتباعك نحوي كان مصنف هاته تباساو داينو ويشتوتي باساو بين تبو او مثال ودوتي كاكا او خلافة كعايا اقل جمع سيادوا لجمع قيل دايا اي باشا اجوايا ام مثالي كفقها ليان داوتي كاو جمع قيلانية على كاكا. وشاع في العرف اطلاق دراهم على ثلاثة على العرف شايع بوا اطلاق دراهم لسلسي فقهاء برمداري او عرف حركة ينكردها نعم ولغتك تشوب النوى او توجيه كيتي بلان بناني توجيه جوان تريها يجي كاكا او كايما يجين جمع قلا شاكا اقل ايما لجمع مكسرانية جاري واهي لفظ بابي هم جمع قليها هم جمع كثريها اقل جمع كثرة كيمان بكارها ورد معنى واهي اللي ينزك مثل ما بس معنى يعني بس ده حقيقتك انها مجازا قيل لا جاي كثره وكثره لا جاي قيل بكار بري اقل قيل كمان بكار هنا او ديار اقل لك يسي يا دو بنا بلا خلاف واه ولي اقل لك شو رياك مثلا لفظك وا بيابو فقد جمع كثريبو يتوجب على كثرك اقل لك يسي مثلا سد الراهمني كجمع درهم درهم جمع خليني شو جمع خليل الثلاثيه يعني الرباعيه حاضر جمع السالم اشبانيا درهمات دروسنيا بوشي دروس دروس ولي خد درهمات يا نو دي مثال قد درهمات نيا لا لا جهينا نيا لا ايوا اوش اتواني او لا هو يما جمع مكسرة او اللي نزل قريب بلا مسمى جمع سالم ايا جمع قلة يا جمع كثرة يا اوش خوي موضوع اكيترا ودالي واقني هدا امجالة دراهمك بات وجبوك جمع قليلية بس أتواني أقل لك يسيبي باشا أم ومثالك لفي قال يدراوة وقت ما يال جمع قليلية جمع كثرينية يتر معنى يواني يتوبو جمع قليلية فقد دا إرادك يتر ما فوق دا إرادنك ني خير يتهر جمع أقل لك يسيبي وما فوقك معلوم يشليك حالبي أما أو بلا من لشونك أجر هردوك يعني ببي أمر أو اشتمت رحبي مصنف أما يوتو ليوا كديار أم خلافا مربوطة بجمع قلة كما قال الصفي الهندي أو جاء أو خلافك لا أقل جمعية أما خلافك لرا صفي هندي الخلاف في عموم الجمع المنكر في جمع الكثرة أو خلافك موجودة لعموم جمع منكر دا مربوط بجمع كثرة نبى جمع قلة قال أم خلاف لعموم مختص كردوا بجمع كثرة أوش خلاف لأقل جمع مختص كردوا بجمع قلة وقصة كان تقريبا شبيه بياكن هل يقلا ما بس كان رولة جمع كان قال جمع والأصح مرنيا بس بين بس موافق مش